أخي محمد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية لك وشيخنا الفاضل. حياكم الله أخي محمد. دير الزور يعني بين فكي كماشة كما يقال، ما بين النظام والدواعش من جهة أخرى طوال الفترة السابقة، ولكن اليوم نسمع عن انتصارات ومكاسب يحققها المجاهدون على الأرض وتطهير لبعض المواقع من عصابة البغدادي. لو تضعنا في صورة الوضع الميداني بدير الزور وآخر التطورات. نعم بالفعل يعني أخي تمام، يعني الكل تابع ما يحدث في محافظة دير الزور وريفها منذ يعني شهرين. نعم. معارك طاحنة بين مجاهدين وثوارنا ضد تنظيم عصابة البغدادي من طرف وقوات النظام السوري من طرف آخر. يعني بالفترة الأخيرة بعد أن حشد التنظيم كل قواته القادمة من الشدادي بالريف الحسك الجنوبي أو من محافظة الرقة من أقصى الشرق إلى محافظة دير الزور يهدفون إلى السيطرة على هذه المحافظة. طبعا استطاعوا خلال الأيام الماضية من السيطرة على بعض القرى بريف دير الزور الغربي وبعض القرى بريف دير الزور الجنوبي، ولكن بفضل الله أولا ومن ثم بفضل مجاهدي وثوار وأهالي دير الزور استطاع الثوار خلال اليومين الماضيين أو الثلاث أيام الماضية من استعادة أجزاء كبيرة من القرى والمناطق التي سيطر عليها التنظيم بعد أن توحد مجاهدي وثوار دير الزور تحت مسمى مجلس شورى المجاهدين الذي ضم أفضل وأغلب الفصائل العسكرية المقاتلة في محافظة دير الزور وعلى رأسها الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة وباقي الفصائل الأخرى. طبعا هذا التوحد يعني أستطيع أن أقول خلال يومين يعني حقق تقدم كبير للثوار، وخاصة بقرى ريف دير الزور الغربي استطاع الثوار خلال اليومين الماضيين من تحرير أكثر من 8 قرى خلال يومين. أيضا اليوم استعاد المجاهدين السيطرة على بعض القرى بريف دير الزور الشمالي وتحديدا قريتي النملية وأيضا الجاسمي وأبو النيتل. هذه 3 قرى تعتبر يعني قريبة من مدينة الصور الواقعة بريف دير الزور الشمالي والتي تعتبر معقل تنظيم داعش بريف دير الزور الشمالي. طبعا الآن المعارك ما تزال تدور وأنا أكلمكم فيها في هذه اللحظة بريف دير الزور الشرقي وتحديدا بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي التي تعتبر معقل التنظيم. يعني أخي تمام أستطيع أن أقول هناك على أكثر من محور معارك يخوضها مجاهدي دير الزور ضد تنظيم دولة البغدادي إن كان بريف دير الزور الغربي أو في الشمالي أو في الشرق. نعم أخي محمد، وماذا عن الوضع الإنساني في دير الزور؟ يعني أخي تمام لا يخفى على متابع يعني ما فعلته عصابة البغدادي بحق أهالي دير الزور من حصار خانق. يعني منذ أكثر من شهرين وإلى يومنا هذا لم تدخل أي مساعدات إغاثية أو إنسانية من كافة المنظمات، من كان يعني بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه عصابة البغدادي على محافظة دير الزور. يعني على سبيل سابقا كانت المعونات والمساعدات الإغاثية تأتي من المعبر تل أبيض الحدودي أو من محافظة الرقة، كل يعرف أن محافظة الرقة هي الآن تحت سيطرة هذه العصابة. أيضا من اتجاه الحسكة أيضا لا يوجد أي مساعدات، يعني أوضاع إنسانية صعبة، حركة نزوح حقيقة يعني متزايدة يوما بعد يوم. خاصة سابقا كان أهالي مدينة دير الزور ينزحون إلى الريف بسبب القصف الهمجي والعنيف الذي تتعرض له مدينة دير الزور من قبل قوات النظام السوري. اليوم أهالي ريف دير الزور بدأوا يهربون إلى مدينة دير الزور هربا من المجازر التي يرتكبها التنظيم بحق أهالي دير الزور. يعني اليوم بلغ عدد شهداء دير الزور الذين قتلوا خلال شهرين على يد هذا التنظيم أكثر من 700 شهيد من خيرة المجاهدين والمقاتلين الذين أذاقوا النظام النصيري الويلات إلى من يعني هم أكثر الذين الفرق. يعني الذين استشهدوا على يد هذا التنظيم أكثر ممن استشهدوا على يد النظام. بالفعل أختم يعني من خيرة القادة والمجاهدين الذين
عاجل النظام السوري على قتلهم. اليوم تنظيم دولة البغدادي يقدمهم هدية للنظام السوري وقتلهم بدم بارد. يعني قادم، يعني لا أستطيع أن أصف لك هؤلاء القادة الذين قتلوا على يد هذا التنظيم الغادر. يعني البارحة 3 مجازر في ريف دير الزور، أولى المجازر كانت في مدينة في بلدة الصالحية، راح ضحيتها 15 شهيدا، 15 مدنيين و5 ثم 3 شهداء أخوة تم ذبحهم بالسكاكين، كما كان النظام المصيري يفعلها سابقا بحق أهالي حمص وبحق أهالي حلب. أيضا في مدينة النملية أيضا أكثر من 10 شهداء تم توثيقهم، وأيضا 5 شهداء في بلدة الشام. يعني البارحة 30 شهيد تم قتلهم على يد هذا التنظيم. ناهيك يعني عن الأوضاع الإنسانية، يعني اليوم أهل دير الزور يعني أصبحوا بين فكيك وماشي، بين النظام السوري من طرف وبين تنظيم دولة البغدادي من طرف آخر. نعم أخي محمد الخليف مراسل شبكة شام، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. دكتور، هؤلاء جاءت بهم أحاديث الفتن أو